الحكام للعلامة إبراهيم بن فرحون المالكي رحمه الله، والمقدمة لجامعة مكة المكرمة المفتوحة في المملكة العربية السعودية، كلية الدراسات الإسلامية قسم السنة النبوية وعلومها، وذلك في يوم الخميس 10/8/1436 هجرية الموافق 28/5/2015 بقاعة المحاضرات الرئيسة في الجامعة. وقد اجتمعت لجنة المناقشة المكونة من محمد الحسين باقشيش المشرف على الرسالة رئيسا، فضيلة الدكتور محمد يحيى بلال منيار مناقشا، فضيلة الدكتور خالد مرغوب مناقشا. وقررت بعد المداولة منح الدارس بوشعيب لإبراهيم ريديا درجة الماجستير في السنة النبوية وعلومها بتقدير ممتاز وبمعدل 93%. واللجنة إذ تعلن هذا توصي الدارس بتقوى الله تعالى في السر والعلن